ركز وياي على هالنقطة، فرق بين الحقيقة والواقعية. ليس كل من أدرك الحقيقة فهو واقعي. كثير أدركوا عليا لكن لم يؤمنوا به، صح لو لا؟ يجيك إنسان الآن بعد 1400 سنة يقول لك أنا أحب عدالة علي لكن أحب معاوية، أنا أحب عدالة علي لكن أحب سياسة معاوية، لا يجتمعان. زين، هناك من أدرك الواقع، يعني أدرك الحقيقة لكنه لم يؤمن بها، لم تدخل إلى قلبه، لم تنفذ إلى قلبه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وليس كل من آمن بالواقع تعامل مع الواقع بموضوعية. أنا مؤمن بالواقع بس ما أتعامل مع الواقع بموضوعية، أتعامل مع الواقع بعوامل ذاتية. زين، تقيت مع بروفيسور في الولايات المتحدة، صار حديث وياه، أنا ما كنت أدري عنه أنه يعني أصوله من كذا وكذا، فتحدثت إياه عن السيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر. قال نعم هو عبقري بس هو كان شيعي. يعني خير، أنت تؤمن بالواقع، إن أدركت الواقع لكن ما تتعامل معه بموضوعية، تتعامل معه بذاتية. نظير من يسمع عن إينشتاين، زين، مفجر النظرية النسبية، يقول لك لكن كان يهودي. خب فليكن يهودي، هو كان يهودي بس كان إنسان مسالم، ما كان متعنصرا ليهوديته، كان إنسان مسالم. الإنسان المعطاء، الإنسان الذي غذى البشرية بعطائه بنبوغه بعبقريته تطأطه له البشرية، يهودي مسيحي سني شيعي ما إلى فرق، تعامل مع الواقع بموضوعية ولا تتعامل مع الواقع بعناصر ذاتية. زين، هذه من خطوات النجاة.